السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متتبعي قناة فن وانتيك. في هذا الشريط الجديد، موضوع الشريط حول هذه الأحجار أو المجوهرات التي قد نستضيفها أو نعثر عليها في أحد الأسواق، دائما أسواق شعبية أو في محلات بيع الأشياء القديمة. وهنا يعني أذكر الإخوان والأخوات القاطنين بالديار الأوروبية أن هذه المجوهرات توجد بكثرة في الأسواق التي تقام يوم الأحد بهذه المدن الأوروبية، وهي يعني أحجار ومجوهرات لها قيمة كبيرة، سواء القيمة المادية أو قيمة الحجر التي تتكون منه، يعني لها قيمة مادية كبيرة إخواني أخواتي. وهنا يعني أعرض عليكم هذا العقد وأعطيكم اسمه. هنا إخواني أخواتي هذا النوع هو المرجان كما تشاهدون، وقد سبق أن عرضته في أحد الأشرطة السابقة. هو مرجان قديم طبيعي، يعني انتبهوا إذا وجدتم في الأسواق إخواني أخواتي فهو له ثمن جيد، يباع بثمن جيد كما تشاهدون. ويعني وله ألوان متعددة كهذا اللون كما تشاهدون، فهو كذلك مرجان. أنا كذلك إخواني هذا اللون مرجان رائع وجميل، وكأنه خشب أو شيء مصنوع، لكن سبحان الله يعني طبيعي ورائع جدا إخواني أخواتي. هنا الإخوان والأخوات القاطنين بالديار الأوروبية واللي بالخارج، هذه المجوهرات توجد بالأسواق لأن الأسر يعني تقوم ببيع هذه الأشياء وعرضها في الأسواق الشعبية بهذه الدول. هنا إخواني هذا العقد كما تشاهدون، عقد رائع وجميل، يعني يتكون من مجموعة من أنواع الحجارة. أنا مثلا اللؤلؤ أو عفوا الجوهر، هذا جوهر حر صغير. هنا أصدقائي كريستال، هذا حجر كريستال. وهنا أصدقائي إخواني حجر القمر الذي يعكس أو يعني نلاحظ في هذه الألوان وخاصة هذا اللون الأزرق. هنا أصدقائي يعني هذا عقيق يمني، هذا اللون الأحمر. وهنا صدف، هذا نوع من الصدف، وهذا اللون الأخضر هو من يعني حجر الجادة. هذه المجوهرات يعني توجد إخواني بالأسواق، وفقط يجب البحث والتنقيب عنها. أنا كذلك هذا البراسلي إخواني من الفضة، وهي فضة مغربية، والفضة المغربية يعني لها هذه الدمغة
سوف أقرب وأحاول أن يعني هذه الدمعة إخواني يعني دمغة رأس، يعني هذا الرأس رأس البقرة هنا صغير، فهو يعبر عن الدمغة المغربية دمغة الفضة الحرة، يعني براسلي جميل ورائع. هنا إخواتي إخواني أخواتي هذا العقل كذلك، هنا حجر الأميتيس الجمشت باللغة العربية، هذا اللون البنفسجي كما تلاحظون، وهنا جوهر لجوهر حر، هذا اللون الأبيض هنا، هذا جوهر حر إخواني. سوف أقرب، حجار رائعة وجميلة، وهذا الأميتيست أو الجمشت كما سبق الذكر. هنا إخواني أخواتي هذه الأحجار الصغيرة، هذا كذلك لؤلؤ أسود، هذا لؤلؤ أسود أحبائي، وهذا لؤلؤ صدفي أو جوهر صدفي، هذا الكبير، هي أحجار طبيعية إخواني أخواتي الكرام. هنا هذا النوع إخواني كما يقال باللغة المغربية الدارجة، هذا ودع، ودع نوع من الصدف البحري، يعني وهذا العقد أو هذا الحلي يستعمل في تزيين، يعني موسيقيين قنوة، موسيقى القنوة التي توجد خصصا في مدينة الصويرة المغربية، يعني هو عبارة عن حزام يزين الراقص أو الفنان الذي يقوم بالغناء. نلتقي هذه الحجرة طبيعية، فهي من الجاد، حجر الجاد الطبيعي إخواني. يعني أتمنى يعني أن تستفيدوا من هذه المعلومات المتواضعة، وأضرب لكم موعد قريب ومعلومات جديدة على قناة فنونتيك. مع السلامة أصدقائي.